السؤال الاول لكم انتم الاولاد، نشوفهم بعد كان نسيكم باش يجاوبوا كيف كيف ولا لا. جينيرالمون فما مواضيع تصير عليهم مشكله، ما نحبكش تعمل الحاجه هذيك ولا ما نحبكش تمشي غادي ولا لا الحاجه هذيك لا الحاجه هذيك بالذات لا. فما مره قلت لي لمرتك على حاجه معينه وهي عملتها كومام، تعاركتوا وكبشت وانت قلت هذيك الف اعوذ بالله لا وهي عملتها كومام، شنو هي الحاجه ذي؟ نبدا معاك انت يا احمد. حابه تمشي مره للسهريه تاع كريم الغربي مع اختها وخوها ودارهم، انا كبشت قلت لها لا. عليه كريم الغربي شبيه محلي اخونا، مش مشكله في كريم الغربي، كريم الغربي نحبه برشا. حبني نشد لها الصغار. معناتها انت قلت لها اوكي تمشي ما تهز معاك الصغار؟ لا قلت لها ما تمشيش، راني تعبه نروح من الخدمه. شفتها خلنا نشد الصغار مع الخدمه ما يجيش. ما يجيش. بيان سور. خليك ما يجيش. دوك المرة ما تفرهدش، ما تخرجش تفرج في سبيكتاكل. قلت لها نمشوا مع بعضنا الكل، قالت لي صغار يقلقون. انت معناتها تعب باش تقعد نحب نمشي. صغار ما تحب تمشي. نحب نمشي. هي قالت لي لا راني نحب نمشي نتفرهد وعندي برشا ما خرجتش وديما في الدار ديما كذا وكي نمشي نخدم نخدم شوي ونرجع ديما للدار نطيب ونسيق ونعمل كل شيء. به 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 يا حبيبي. اظن تقول فاهم هي الكل. الدار الكل مريك يشجع فيها ياسر. قالت لي نمشي نتفرهد. تعاركنا مع العركه في خذ وهات خذ وهات اون فان كنت قلت لها بر مشيت. دوك اكتب شريط كريم الغربي. هيثم انا كما نفس الموضوع نتاع خارجه، انا ديما نخدمه كل ما شيء نخدمه معناها في الدومين ارتستيك وفي الصيف يبدا وقتنا مع بي على الاخر وهي مغرومه بالكامبينغ انا في جبال وكل ما شيء تقول لي لازمنا نلقوا وقت معناها فاضي روحك شوف لنا نهار نهارين نمشي وانا ما نجمش معناها ما نحي خدمه وباش نمشي نفرهد ما عندي شيء. فما مره معينه هي حابه تعمل كومبينغ قلت ليه ما تمشي؟ انا كبشت في ليه خدمه تنجم تصير لنا مشاكل تنجم نخسروها الخدمه ذي خاطر الدومين ارتستيك معناها كنت راه هو كنت ديسبونيبل اي فوالا مي في الاخر حسيت اللي ضغط وحسيت اللي واحد معناها باش مركز مع الخدمه ما تجيش الحكايه قلت لها هيا نمشي وتنصرف كومبينغ. فما مره انت قلت لها لا على الكومبينغ وهي مشيت كومين. اي ما في الاخر مشينا معناها في الاخر قلت اي اما حاجات اخرى قلت لها لا وعملتها كومين ما ولدتش عارك كيما فازا نتاع ماكله ما نحبش طيب ما طيبش فلان بتنجيل ما نحبش انا بتنجيل ماشي مشكل ظاهر عملت له عقده في حياته هي تحبه على الاخر البتنجان دوك شنو نخليه مش مشكلة ولا البتنجان نجموش نعملوا بتنجان كي مشينا الكابينغ مع بعض دوك شنو نخليه من فضلك كابينغ الكامبينغ اي باهي كتب لنا كامبينغ بالاحسن اختها تعيش في المانيا رحمه اختها فهمني حبت تخرج معاها انا ما عنديش مشكله تخرج مع اختها تخرج مع صاحباتها بالثقة وجونا به شوية احتراز على اللبسة خرجت باللبسة هذيك قلت لها اللبسة هذيك ليه وهي لا وكيفاش وما تخلينيش وكذا هي ماهيش 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 اوفر برشا ما تخلوش الحكاية هذيا في الكوب الكل تصير العركة تاع اللبسة تذكر مرة هذيك اللبسة هذيك بالذات قلت لها أنا قلت لها نهار أنا خارجة نهار خارجة هي وقتها في المانيا هي هي وأختها رحمة وصار سوء تفاهم طلعت شوية الحكاية وشديت أنا الوليد وخرجت هي وقتها وراها باللبسه ذيك باهي اكتب الخرجه مع اختها اللبسه اللي ما عجبتني حسين باهي فما مره مروح من الخدمه قلت لها وينك يا بر نعملوا دوره ناكلوا حاجه في صفي قالت لي اني توا هي في حومتها وين تعمل ظوافر حسيل قالت لي باهي هاني قريب نكمل نصيف ساعه وتعدي لي تعديت لها ريتها هي في الحومه الحقيقه وتعمل في ظوافرها وقريبه دارها للمتاع الظوافر هذه المعلومات هذوما كل مهمين حسام قصدي اصلا هاني مين معاك معاك لقيتها لقيتها لبسه معناتها حسيت تبرر قبل ما تبدا معناتها لا لا حسيتها ما نعرفش قصير ما عجبتنيش لبسه في الحجم في الحومه ما عجبتنيش بون يعني ما اني فيد ما بيتش نقولها بوقتها يا خاتم ما عجبتك وقتها اللبسه خرجنا وكلينا وفطرنا وعملنا كل شيء ومن بعد كي روحنا دوك ما عادش في الحومه وقتها ما عاد صاي روحت بهاني ما نحبهاش تمشي ديستونس هذيك حتى للدار ولابسه كيك هي مش جراف ما تحبهاش تتعب انت كل شيء هي مش جراف الحقيقه ماني ما حبيتش خرجنا في الليل قلت باش ما تعملش مشكله معناها ما نتعاركوش وكل شيء معناها ايفيكتيفمون روحت وقلت لها ما عادش تلبسها هذيك ولات مشكله وقعدنا ثلاثة ايام ما نحكيوش وتعاركنا حسيت لبسه نهار اللي مشيت تعمل في ظوافر جدد باهي كتب لنا اللبسه اللي لبستها نهار الظوافر عنا لي ريبونس نتاعنا نرجعوا للنساء نشوفوا كان يجاوبوا كيف كيف ولا تيتي البنات كنا مع رجالكم سالناهم سؤال نشوفوا تو كان بتجاوبوا نفس الحاجه اللي جاوبوها رجالكم فما مواضيع ساعات تتلاقشوا انت تقول اي هو يقول لا انت تقول لا هو يقول اي حشتنا بمره سالنا راجلك على مره قال لك الحاجه ذيك بالذات لا
ألف أعوذ بالله ولا ومستحيل وكان زم لحمت عليها عركة الحكاية، وأنت عملتها كومين. حسب رأيك شنو جاو براجلك؟ خلينا نبدأ بنورة. بعد مرات نحب أنا نخرج كي نعمل طلع لي على الخدمة بالدرجة كي حاجة. دوك خرجة تابعة على الخدمة؟ أي كيك عملت عليه طلع. عملت عليه طلع وهو ما يحبكش طلع عليه وهو. لا ماني بعد مرات نعمل طلع كي نشوفه على غفنا من المفاجأة ما نعمل مراقبة. مفاجأة مش مفاجأة مفاجأة. دوك طلع عليه في الخدمة المفاجأة ورينا أحمد شنو جاوبت. في إطار الخرجة أما. في إطار الخرجة أما موش تطلع الخرجة متاع كريم الغربي. سهرية كريم الغربي صحيح ولا قال لك ما تمشيش نعرفها؟ أي وأنت مشيت؟ مشيت نسيت الحكاية هذي نسيت بعد ما أخي مش مشكلة. قلت لك نقعدوا في سفر كيب الكيو نتاع عادل هيثم وشيما. شيما شنو هي الحاجة اللي قال لك عليها هيثم ليه وعملتها كومي؟ ما نعرفش والله جات حاجة في مخي بوتيتر كوتي لبسة. احنا نلبسوا اللي نحبوا معناها فاهمين بعضنا شنو يقلقوا شنو ما يقلقوش. مي ولا يظلي مرة حبيت نخرج بيجاما وقال لي لا ومن بعد خرجت يظلي بيجاما. علاش حبيت تخرج بيجاما؟ ما نعرفش وقتها قلت باش تبدل دنيا نمشي في العتار قلت برا برك خلينا نمشي بيجاما وقال لك لا لبسة البيجاما. ورينا هيثم شنو مكتوب في الأردواز. موفيز ريبونس الكومبينغ الكومبينغ حبيت تمشي الكومبينغ شيء ما قال لك لا ما تمشيش وانت مشيت كومين بالاحسن نحبش نمشيو بالاحسن ضحى ضحى انا ناسي لتوا شنو قلت لي لا ما نعرفش شيء بالحق ضحى فما مره حاجه قال لك عليها لي راجل يقول لي لا حاجه مستحيل تجي اللي يقول لي لا يعني قلت لك البرينسيب نتاعنا فيه ما نقولهاش لا على اي حاجه خاطر صاحبي راجلتي كي كنت لابسه كاس قلت انا اللي قلت لها هذه لا لا نعرف اكيد ضحى لا اله الا الله لبسه متفاهمين خروج يعرفي ما عنديش خرجت زايده يعني دوك ما عنديش ريبونس لا ما عنديش ريبونس اون فاليد اللي ما عنديش ريبونس دوك نقعدوا في الصفر اما انا توا باش نحاول نقرب لك شويه ها وتيت شي مره خرجت انت وقت ما خليني مره خرجت اختي خلاني خرجت جيت خارج انت وقت خرجنا خرجتوا ما قالكش ليه على الخرجه لا ما قاليش ليه اما اللبسه اللي خرجت بها روبا الفلوري هذيك روبا الفلوري حاجات مشاو الفيل ورينا الاردواز الخارجه اللبسه اللي ما عجبتوش اللبسه الفلوري نسيتها نسيتها صليش في مخي هو ما نساهاش حتى الى يومنا هذا يعمل ديك وشماغ في الليل تجيها كروبه فلوري تجري وراها هي احكي لنا ما فماش لا بيناتنا ولا حاجه نتناقشوا متفاهمين نقعدوا في سفر كيب الكارو هيبة نتصور اللبسه اعطيني المره بخيسيز لبسه معينه قال لك هذيك اللي وتلبسها لبسه معينه روبا متاع داء بون اني اللي باش نحكي عليها توا روبا متاع داء روبا طويله للركبه واسعه قال لي عليها ليه ما عادش تلبسها نهارتها شنو عملت انت وقت لبستها ماشي بحذا صاحبتي اللي هي في الحومه معناها روبا راهي روبا روبا معناها ماهيش روبا وقصيره قال لي ليه عليها يا اخي قلت له ليه هذيك نقعد نلبسها ما تقوليش ليه معناها ما فيها حتى شيء في الاخر لبستها كمام وقعدت تلبسها كمام قلت كمام وقعدت نلبسها برافو يلا برافو ضحى قالت لها برافو على خاطر والله ما فيها شيء ما عملت نفس الحاجه وقت قال لك ليه على الروبا فلوري لبستها كمام ما نذكرش قال لي ليه ليه بالحق راهي طويله مسطوره واسعه هذاك علاش قعدت باهته معناها خليتني في حاجه اخرى وجيت هذيك الروبا هذيك نهارتها شنو عملت؟ مشيت نعمل في ضوافري مشيت تعمل في ضوافري نهارتها نهارت الروبا هذيك نهار الروبا هذيك شنو نعمل فيها؟ دوك دوكو يظهر لي اون فاليد ورينا حسام بون ريبونس اللبسه اللي لبستها نهارتها مشيت تعمل في ضوافري صحة 10 نقاط ايكيب البيك دونك ليكيب الوحيدة اللي جابت دي بوان هي هبة وحسام اللي هي ليكيب الوحيدة اللي ماهمش معرسين خلينا نذكروها معلومة الوحيدين اللي ماهمش معرسين هما الوحيدين اللي جابوا نقاط بعد والوينس انا نسيتها السهرية معرسين الكل نسين بعد عرفي والوينس توا باش نقلبوا الأولاد انتوما اللي باش تلبسوا الكاس باش نقعد معرسين ونشوفوا كان بعد كي ترجعوا تجاوبوا كيف كيف يلا البنات السؤال موجه لكم انتوما توا توفى بيهم مع رجالكم رجالكم تحبوهم رجالكم قلبهم كبير رجالكم معاكم انتوما ما يحسبوش وكونتونيم وكونت با وكالدنيا ذيك الكل اما فما مره فما حاجه صارت فازه معينه قلت لهنا حسيته مش حاح
نبدا معاك انت نورة. صور ديما التليفون، يا خو روحوا حاجه خير وانا يا خولي ديما التليفون اقل. الحق. ديما نقول له علاش تاخذ انت خير مني تليفون وتاخذ انا اقل معناتها في التليفون. ياخذ هو الديس ياخذك السيس. بيان سور، ياخذ ديما ديما ياخذ حاجه مزيانه. وذكروا اللي هو مدير شركه اتصالات. لا علينا. لا علينا. لا علينا، المشكلة فهم. لا هنا فما شوية شح، اكتب لنا في التليفون، ديما ياخذ التليفون خير للروح، وشيما. أنا ساعات عندي الكونسيبت نتاع الكادوات مش مربوطين بالعيد ميلاد ولا عيد ميلاد زواج ولا مناسبة معينة معناها. هكا ساعة ساعة شي تعمل كادو راهي تعمل. ساعة نحبك نعمل له سيربريز ونشري له حاجة هو مستحقها معناها. باغ كونتخ هو ما تجيش لباله الحكاية هذيا. عمره ما يعمل كادو بخلاف العيد ميلادات وكل شيء، الكادو بتاع سير الأيام تاع. كي نبدا نخرن عليه ونقول له هاك يا. إيه أما وحده وحده عمره ما هكا داس فاست. صعيب شوي، صعيب شوي، مش معناه ما يخممش فيا ما نعرفش. لازم كي تبدا فما مناسبة يخمم بالكدا وياخذ كادو باهي. واضح، اكتب لنا كادو في سير الأيام. أوكي. ضحى. رجلي ماهوش بشحاح، كريم، معطاء، ما شاء الله عليه. أما أمور لابسة. لبسة. ممكن ما يوجدش، ممكن ما يعرفش ذوقي، صعيب عليه. بعد نجم القول يجيستيكاسون نحبوا عليهم، اما امور لبسه خرني انا برشا انا، ذوقي صعيب عليها وكي يتفادى. امور لبسه. لبسه، توك امور لبسه تحس امور لبسه، امور لبسه مش حاجه. كيف كيف الحقيقه اللي نقول اعطيني اعطيني شري لي، اما هكا حاجه بريسيز ما نستحضرش. بتدخل في الكادو نتاع ليزانيفيرسير. في الكادو تاع ليزانيفيرسير ديما نقص شويه تحس ديما اي نقص شويه. باهي اكتب لنا لي كادو دانيفيرسير. شو وضحني بقى. عندنا لي ريبونس نتاعنا، ان شاء الله الاولاد ما يتغشوش برشا، رجعوهم ونشوفوا شنو باش يجاوبوا. يلا. الاولاد سالنا نساكم سؤال ونشوفوا كانوا بيجاوبوا كيف كيف. قبل ما نقول لكم شنو هو السؤال اللي سالناه لنساكم، نحب نعمل دوره هكا رابيدمون. احمد، تحس روحكم مدلل مرتك ولا؟ على الاخر. على الاخر. على الاخر. هيثم. تحس روحك مدلل مرتك ماكش مقصر في حد شيء؟ الحمد لله. باهي بالحسن. دللها. هكا تروسو فاسو تاهي. وبالولاد زاد. يا سيدي نجم نعملها تو نعملها رنا. حسام. أميرة في بيتي زوجي. يا الله يا الله يا الله. مش عارف. شوفوا ما عليهم الرجال اللي عندنا. مازال ما عرفتش. تبدل بعد تحسوا تاع فيسبوك مش يتبدل. خلي حسام باش يتبدل بعد. والله ما نتصورش هي تعرف هي تجاوب. ممكن كانت تبدل شويه تقوي شويه المرفق يولي دوبل الركادري والامور نرجعوا سافا. هي السيطره هي. الاولاد سالنا نساكم قلنا لهم رجالكم يحبوكم، رجالكم يدلوكم، رجالكم باهيين معاكم، اما فما مره فازه صارت قلت اه لهنا حسيت راجلي مش حاح. وقتاش مرتك حست انت مش حاح في فازه معينه؟ كل عيد ميلاد نشري، كل عيد عرسنا نشري، في الأوقات الكل من غير أوقات نشري. أنا هو الوقت اللي ما شريتش فيه. يعني تشري تشري، إيه نجم حتى وأنت تشري فما صح. مرة واحدة برك. أيوة. شريت كادو، قالت لي خنا بنية صغيرة. إيه؟ قالت لي ياسر جبت لي منهم الكادويت هذوما يز. كانوا قبل الخطبة. بون كل كيس بالضوء وكل حكايات الصغيرة. امرأة هكا لهيت لك بالصغار. لقيتهم الكل سي بون. ولهيت لك الدنيا واحد وبرك الخدمة على خاطرك. ما لقيت ما نشري. كيس بالضوء يا أحمد. ما لقيت ما نشري. والحق يشري لي كل شيء. الإخوات مشرين. أها. الصياغات مشرين. أها. الخرجات وخرجنا. أها. الكراهب وشرين. اها. كان كاس بالضوء. اما. اه كي كاس بالضوء. كاس بالضوء. اه كان كاس بالضوء. هذيك هي الحاجة الوحيدة. لا فما حاجة أخرى أحمد وما تبداش تكحر لها. كانش في ريستوران. أيوا. احكي لنا. العشاء يبدا في الدار. وتحب تاكل البر. زوج سندويتشات طن وفيه البر. سي بون. وكاس ماء في كاس يشعل بالضوء. تهو. جوست كاش كروتيت تورن، المهم الاسونسيال انتم متفاهمين وفرحانين. الحمد لله. اما احمد ما عطانيش ريبونس، نقعدوا في الصفر، اما باش نحاول نقرب لك شويه قبل ما تورينا الاردواز. احمد كي تاخذ تليفون روحك تود روحك باعز ما فما، وكي تاخذ لها تليفون ما تاخذلهاش نفس الحاجه اللي تاخذها روحك، وهي حاجه ما تجيش نورمال تكبر قلبك، كان موش تهديله لها هي نفس التليفون وتخلي لروحك انت لاقل. ورينا الاردواز نوره التليفون صحيح ولا؟ صحيح. نقعدوا في الصفر كيب الكور، نمشيو لهيثم وشيما. هيثم وقتيش هي قالت اه هيثم مش حاح شوي بون باش تقول لي اصحنا بالضوء هذا خايف ما فيش ندوروها لي انت
شريتهم انا كلهم. يا عمي ساعات نبدا مروحين من الخدمه تبدا تعبه، ممكن ما تنجمش تحبش الطيب معناه تقول لي نمشي ناكلوا لبرا وكل ما شيء، نقول لها عليه معناها هاي تروحوا للدار. جوز كسكرو تتر. لا لا تناولوا بتنجيل. عندي انا سيدي. اي انا بتنجيل مش. بتنجيل مش. اما دوك تتشحى تقول لها ليه ها ما نخرجوش ناكلوا لبرا. اما مره زاد معناها عملنا بروجرام باش نخرجوا معناها تفاهمنا باش الخارجه معناها نهزها مع بعضنا معناها. ما حسيتها ما عجبتهاش، حبيت نهز هنا الكل الخارجه ولا. أسرابتين هي ما بصمة الخيان. وانت ليش ما هزيتيش وحدك الخارج؟ عادي عملنا بروجرام نحن نزز نخدم. ما دام عملتوه مع بعضكم سكيزو قلت هزوه مع بعض. ليه عادي؟ اللي يخلق البروجرام هو اللي هزوه. معنى عادي معنى تفهمنا عادي ما سؤال شوفها شوية شحة هيبة أنه البروجرام تهزوه مع بعضكم. لا بالعكس دوحة شوفها شحة شوية أنه البروجرام تهزوه مع بعضكم. لا لا بالعكس متفاهمينك يكونوا خير. ما تنبش نعود نعمل دورة أخرى تهز معها بروجرامات. لا قليل قليل به دوحة تهز معها بروجرامات. يعطيني ونعاونه هز. الكيسة كل عندها هي. بيرين تشفق على كوبلويت حلقة اليوم محرك دوك هيف نخليو الريبونس هذيك الخرجه اللي قلت لها نهزوها مع بعضنا وهي حبتك تهزها وحدك. هي قالها بتفذليك مو انا محالك ولا تينو تعال ماكله خلينا تعال ماك تعمل تبدا هي مروحه وتيعبه هي تقول لك ناكلوا لبرا ولا انك ما نجي وتقول لها لا اي به شيماء ما جاوبتش نفس الحاجه ما تورينيش الاردواز تو خليك هيثم نحب اليوم الرجال يفيقوا وحدهم وحدهم مش عمايلهم موجود نحبهم وحدهم وحدهم يستعرفوا دوك هيثم خلينا نحاولوا نلوجوا مع بعضنا شي ما وقتيش اخر كادو هديته لك بون احنا في بيعتنا شي ما تشري معنا حاجتك هي ديما صغار تشوف حاجه تعجبها شي ما ديما تاخذ كادويات هكاك اي تشوف حاجه انا معناها في المناسبات اكثر به وعلاش كي هي تاخذ ساعات ساعه ساعه حاجه تودك بها في سير الايام من غير حتى مناسبه لا مش حاسبها معناها الراجل يبدا ملاه في مواضيع اخرى معناها علاه المراه ما تتلهاش في مواضيع اخرى المواضيع عظمة معناتها حتى الحنة برشا نسيه بيشكرهوك الليلة ليه 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 المرأة معروف عليها الحنية أكثر معناها هذه مونتاليتي غالطة ياسر أنه المرأة معروف عليها الحنية حتى الراجل زاد لازم تكون معروف عليها الحنية لازم تكون حنينة مع عمرته والكادويت حتى في سير الليل أنا معناها سبورتيف معناها صار هو الحوار هذا بيناتنا وبالوقت معناها مشيت جبت وليت معناها حتى ما عادش في مناسبات عادي معناها نكملوا بعضنا أون توكا شيماء غايظتها شويه تقول فما شويه شحه في اللوفيت اللي هي في سير الايام تاخذ كادويت وانت عمرك ما دخلت كيكة من غير حتى مناسبه وقلت لها هيا شيموش خذيت لك الحاجه هذيا ونودك بالحاجه هذيا. ولا ما عملتش ورينا الدور شيماء. اخر مره مازالك عملها زين انا تفاجات قلت له شفما اليوم شنو؟ والله لقيت روحي والله. انت هذاك شنو قلت لنا شيماء احنا ناخذ الريبوست بتاعك ورينا الاردواز هذاك شنو كتبت قلت كادو ما غير مناسبه هذا بورتو ابارمون عملت لك كادو درني انا ما غير مناسبه مشي هكاك مشي والله ارجع صديقي ما عاد تجيب كادوين شفت روبا محلاها انت ما تعرفش ما عاد تجيب كادوين عندها جمعه ما مش بارش عندها جمعه يا شيماء مريم جيت نحسب من قبله وين انت غايظينك العوام اللي تعديه وانت روح نبيعها روبا ما زيد خليك نروح نبيعها مانيش باش نسالك قداش تجيب الحكي اوكي اوكي باش نسالك هيك كيسان الذوب ليه بقداش؟ 15 دي دينار 15 به اوكي باهي باهي مش خاطر نحب نهدي شويه كيسان يمشي يجي دوحة وبالاحسن مرحبا بالاحسن وقتاش دوحة قالت لهنا بالاحسن مش حاح شوي والله انا ملي عرسنا يعني 5 سنين ممكن مره خذيت ليش كادو في عيد ميلادها ما ناخوش كادويات انا في عيد ميلاد استنى 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 خلينا نستوعبها هذه مش نصدق 5 سنين عرس اي مره خذيت لها كادو في عيد ميلادها وظهر لي مش في عيد ميلادها في عيد ميلادك ابارامون سامحني انا ظهر لي خذينا كادو في عيد ميلاده كادو ينجم يستعملوه مع بعض ما عرفش كادويتك اللي لا تنسامحني انا معناها بالمناسبات شنو هذا النعيم هذا خليت هذا خليت تقول شكون هيك عليه اللي قدام كادو خذيه الروح انا ما عنديش مع الكادوات ولا في عيد زواج لا في عيد ميلاد كادو يا روحي يرحم والديك
تهديلي احلى كادو عندي. تهديلي تهديلي في عيد ميلادي، وديجا اليوم عيد ميلادي انا. واليوم عيد ميلادك؟ جوايز انيفيرساري، هابي بيرثدي تو يو. ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير بالاحسن. واليوم عيد ميلادك ضحى قدام الناس الكل، قالت مادام انت ما هديتلهاش اليوم ما هديتلكش هي. لا هديتو جينا هوني احلى كادو. ممكن تحس باللي انا مش حاح كذا، اني ما ناخذلهاش كادوات، وبورتون اي فلوس عندي اي مدخول عندي لا يوم بعد ناخذ المصروف اللي عندي. رجع فاستو. لا لا من يخلص تعطيها 500 دينار وتطلب 600 دينار مصروف. لا لا انا بسياسه بسياسه ممكن هي مش مع بعض. تخرجيش ب 600 دينار من عندك. ممكن تعطيها 500 ب 600. دوك شنو نخليو؟ نخليو الكادوات في اللي ما ناخذوش كادوات. ضحى ورينا الاردواز شنو مكتوب؟ اون فاس لبسه. ما نعرفش اسكو ما تجيش لبالي كادو تحتها مخ. لبسه اون لا فاليد ولا لا؟ خاطر تيب علي كادو لبسه اون لا فاليد با لو بوان ني با فاليدي. تشري قطعه ولبسه مثلا وتهداها. اي اما انت جو بونس هي سان با ايتي فاليدي على خاطر كونديدا حكى على الهدايا نتاع عيد الميلاد. عيد الميلادات واضح. مش على اللبسه اون جينيرال. هذاك علاش لو بوان ني با فاليدي على البار بخيسك. نقعدوا في الصفر نمشيو لهيبه وحسام. يعني الحقيقه مانيش مش حاح معاه، اما فما فازه ملي تخطبنا تسمع نحب الصالة هيك، نحب الفرقة هيك، نحب الزهيز 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 الزهيز. عادة تلقانا ندورو الزهيز ندور الزهيز. توا فهمت علاش أول ايميسيون قلت نعرسو كان خلتنا رايضين. الزهيز. اللي أنت بعد نحيتها توبا كانت مرفق. مصروف الخطبة. درت درت ورجعت لها. عادي تلقانا ندورو حسام شوف هذه. هيبة مش نقعد نستنى لبرا تتغشش، لازم ندخل معاها ونستنى معاها ونشوف قطعة 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 قطعة. دونك الزهاز تصور هكا الزهاز الريبونس يقال لو بوان ماهوش فاليدي، اما باش نحاول نخليك تعرف وحدك وحدك. اخر كادو هديته لهيبة في عيد ميلادها شنو؟ العوامل السابقة قبل اخر كادو قبل الاخر العوامل الاولانية اسأله بر. هي هي باش علي شنو اخر كادو يعمل لي سوربريز؟ عمين يعمل لي سوربريز؟ عمين قلبي على ال... انت قلبك على اللي مزيان. اللي راح حليلي حليلي نا حليلي حليلي نا حليلي علي ماما مش علينا حليلي حليلي نا حليلي علي ماما مش علينا. دوك حتى كان صلح غلطه العامين الاخرانيين وعمل لك كادوات باهين انت مازال ما قلت شيء. اوكي انسى العامين الاخرانيين حسام الويلة. شنو هو الكادوات الويلة؟ اسمعني برجوليه كانت تطلع اقل من كيس بالضوء. ليه اول ما عرفتها وقت اللي زدت نقرا روبا مزيان. روبا مزيان على مش انيفرسير هذا يا حسام. مش انيفرسير نحكيو على انيفرسير احنا طبعا. سيس على الراجل زي انت لذا المشكلة ما فماش كادوات اقل مشاكل والله. اني ما نعملش مشكله ما نقعد نقنقن راجل. فما فازه فما فازه عيد ميلادي تعاركنا وما هديت لي شيء، دونك في عيد ميلادها ما هديت لها شيء. تعاركت يا ودي راهو ما يجيش تدير بغض هكا مع مرتك راهو. اول عيد ميلاد بيرا صغار يعني في بالي العيد اللي بعده كيف كيسين 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 فيه تصورنا كيس فيه تصور يوش الضوء وش بالضوء زي وش بالضوء. خلوا احمد ما فيش لبسوا الضوء احمد زيد عليكم شو اما كهديت لها كيس هديت لروحي زيد عملت زوز. حسام هيبه قالت تحس شويه شحه على خاطر الكادوات نتاع عيد ميلاد ما همش عاجبينها. لونين مازلت صغير كبرت توا مازلت صغير يا حتى انت هيبه شنو؟ انت هذاك اش لقيتني ذلك اهو ورينا الاردواز هيبه شنو مكتوب؟ توجع توجع غيظ نعرف واحد راه نهارتها ممكن لوج ومقطع روحه من بلاصه لبلاصه باش ياخذ الكاس. عمل لي سوربريز راهو معناها اخر دوز انيفرسير عمل لي سوربريز معناها العام ناوي تحب كهرباء انت يا بارامون تحب كهرباء على القدم توا دوك سافا توا
لاباس. اوكي ربي معاك حسين. ميرسي. بو كوراج. دونك ريزومي نتاع البرومي تو كار دو فينال عندنا كان حسين وهيبه اللي عندهم نقاط 10 نقاط ايكيب البيك، مازلنا في صفر ايكيب كارو، مازلنا في صفر هيثم وشايما ايكيب تريفل، مازلنا في صفر كيسان الضوء ونوره ايكيب الكار. من اسئله باش نمشيو للالعاب ومن 10 نقاط باش نمشيو ل 15 نقطه توت فيت. يلا. البنات دونك باش تبداو انتم تميزيو الرجال هما اللي باش يلعبوا، نفسر لكم اللعبه. لهنا عندك الكره دزها بالوحده نتاع الجولف 1 بوان 2 بوان 3 بوان 4 بوان كان جي لهنا 5 بوان 6 بوان 7 بوان 8 بوان 8 نقاط. راجلك على خمسه كور قداش يجيب من نقطه؟ نبداو بك انت نوره. نشوف السبعه. سبعه 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 نقاط معناتها جايب اكثر فاليدي المينيموم. شيما نذكروا اللي الميز الكبيره هو الوحيد اللي باش يلعب، ما جابهاش نتعداو الميز اللي تحتها. نذكروا اللي 15 بوان في اللعبه والمليون. شايف الميز الكبيره هو اللي باش يلعب، قداش نميزيو؟ خمسه. خمسه ايه؟ سبعه. دوحه سبعه متاخذه. ثمانيه. هيبه. سته. نعمل الدوره الثانيه، نوره نقعد في السبعه. نبقوا في السبعة. نقعدوا في السبعة. شايما نقعدوا في الخمسة. نقعدوا في الخمسة. نقعدوا في الخمسة. دوحة نقعدوا في الثمانية. جماجين على ميز. هيبة ستة. جربوا بالأحسن إجابة حذية بالأحسن. بدل ما قلتش الأول. سامحني عندك الحق في خبرك. أنا اللي ميزتي أنا أون فوا. مش نبدل. مش تبدل. تسعة. دوك. تسعة. واو. بالأحسن ترجع لبلاستيك. وحسين إجابة حذية. حسين تسعة. انت يا كبير ميز انت اللي باش تلعب المليون. هو عندي 15 نقطة في اللعبة على خمسة كوري لازمك تجيب تسعة نقاط. حاضر؟ سي بون حاضر. يلا عندك حسين ماي كرة الأولى. سياسة أكثر سيئة. لبرا. برا صفر. اسمعني قبل ما تلعب تو انت لازمك تعمل تسع نقاط، كان مش تلعب لهنا على زوز حتى كان تجيب زوز في الاربعه تاخذ ثمانيه مستحيل، لازم عندك وحايده لهنا وحايده غد. تنجم تنجم اي تنفس. هيا حسين باي مازال عندنا لص عندنا لص لازمك تجيب لنا الثمانيه تو كنت تحب على التسعه. نجم تقربها نجم تقربها تنجم تبعدها هذيك تحطها في الوسط. فوالا جيب الثمانية عندك تسعة نقاط، ما تجيبش الثمانية ترجع البلاستيك ناخذ الميزة اللي بعدها. ظهر لي قوية برشا. قوية برشا، الميزة اللي بعدها بالأحسن ثمانية. بالأحسن الأوبجيكتيف نتاعك ثمانية. يلا بالأحسن. مليون و15 نقطة. نجيبوا كادوات مش كادوات اما نعرف ماكش تاخذ بهم كادوات ما نجيبوش على بعضنا. مدلا هي تاخذ كادو واحد. مدلا هي تاخذ لك كادو اللي كنت. لا لا هي لا لا هي دوحة اول مره راجلك قال باش يعطيك تاخذ كادو هو كان ليك انت عفيك معناتها انت كان باش يربح تو بالحسن ماكش باش تربح جيست المليون ولا 15 نقطه من باش تربح راجل ولا يعمل كادوات العقده تتنحى. نقاط بلها بلها برا بلها لولا باهية مش خايبة باهية 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 أما البرا برا البرا قاولك ثلاثة كور كان تلعب على ثمانية بخيسكو بيجي باش تلعب على الساكل الثاني باهية مش خايبة باهية أمل برا باي باي تو الأوبجيكتيف ثمانية ثمانية نقاط أوبليجي عليك بتجيب لنا زوايز لهنا قوية برشا يظهر لي البرا والبرا تو لهنا هذا لهنا يلزمها ميغاكل معجزة يلزمها يلزم الكرة تقف لي في الساخن هذا كان تحب تجيب الثمانية نقاط نتاعك اوه
تعديت على السيركل، تعديت عليه ما وقفتش غد. يقعد المليون عندي ونمشيو للميزة اللي بعدها. قلنا بعد الثمانية يظهر لي عنها السبعة. السبعة عند نورة وأحمد. إجا بحثة يا أحمد لهنا يظهر لي بلو فيزابل. حسام جاب نقطة عندك. شوف أحمد، سؤال: مليون قديش يجيبوا من كيس بالضوء؟ 15 عندك 150 10 كيسين. 150 10 كيسين حسبهم يا ابو قلبي. ضري ديجا هو حاسب من قبل ما يجي للميسو. كون كان يربح فيه مليون يجيو 10 قديش؟ 55 كيس يجي. نضالي بيت يحسب. اي احمد شوي، احمد نقص انا قديش من كيس مشي على روحه. عندنا 10 احمد حولهم في الوسط. احمد باهي، هذا باهي، هذا مش خايبه شوي. مش خايبه جمله. لا 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 شوي. لهنا الداخل نتسميه الداخل. ستة. لهنا الداخل. ستة. الداخل. أنا دور السيس. ستة نقاط. أحمد. ضرب صغير حول. أحمد. كرة في الوسط. أحمد. عندك ستة نقاط. توا تلعب مرتاح. نقطة واحدة. نقطة واحدة. انساه السيركل هذاك. جيبها في أي بلاصة لهنا. تلعب مرتاح. أما تلعب ماكش مركز. نقص شوي أحمد. الإكسيتاسيون هذيك خليتك ماكش مركز. نورمالمون تلعب مرتاح احمد، تاخذ شوية. وقتك قوي شوي. هيا هيا لا هيا ماهيش هيا احمد قوي شوي. يا احمد راك عندك ستة نقاط. قوي شوي وحشتك بنقطة واحدة. ركز احمد، ميسيرش ومازلت عندك كرة واحدة. كرة الأخرى جوست تجيبها في السيركل الأولي. هي حاجة سهلة. ركز ثانية ولا ثلاثة ميسيرش. برشا برشا شوية برشا شوية. يا احمد ما عندكش الحق. شوية شوية برك. ما عندكش الحق. يا احمد عملت الصعيب، عملت الصعيب، بقى سهل نقطة واحدة. هيثم اجا بحذايا. هيثم قديش البيكسيف نتاعنا؟ خمسة. 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 تنجم تلعب على السيركل الأول. نلعب كنا على السيركل الأول. جيب لنا زويز ولا ثلاثة لهنا. عندك الخمسة نقاط. وعندك ال 15 نقطة يتزادوا لكم توليوا الأولانيين. وعندك مليون يتزاد. باش تاخذ كادو في سير الأيام لشيماء. وكان ما عندناش باش طيب شنو نعملوا؟ نشرب بهم ماكلة. يلا مركز. خمسة نقاط. أقل ميز نورمالمون فزاب. كاينة ماشية لبرا. كاينة صفر. حاول وسطه بشوي. هذايا البرا. البرا. هذايا على الخط البرا. على الخط البرا في الصفر. اهزر لي. تنفس تركز. ثلاثة كور تلعب على البلاصة هذي. ثلاثة كور كان جيبهم حتى واحدة لهنا وزويز فوق جيب الخمسة نقاط نتاعك. اوكي. يلا. برشا 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 أما برشا. باهي. وصل. لهنا هيثم إجا نفسر لك حاجة. صعبة الحكاية كان باش تلعب زوز كورة على البلاصة هذي. لازمك واحدة في الأربعة والأخرى في اللص، ولا واحدة في اثنين والأخرى في الثلاثة. صعيبة. أما يسوفي تجيب كرة واحدة عزوز لهنا. عندك الخمسة نقاط تاعك على خاطر المينيموم لهنا 5 بوان. 5 6 7 8 يسوفي واحدة برك جات في السيركل الكبير هذايا. عندك الخمسة نقاط نتاعك، ال 15 نقطة يزيدوا لكم والمليون. ركز. كالما بسيسها كريتها تمشي بالزربة سيسها. برشا 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 برشا. أقل أقل شوية. هاي طيح في الدوزاج. يظهر لي هيا. اي 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 يظهر لي هيا. اي 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 المليون باش يقعد عندي. اما احمد تغيث. احمد تغيث جبنا ستة نقاط، بقات نقطة واحدة لهنا ومازالوا عندك ثلاثة كور. ما جبت حتى واحدة. المليون يقعد عندي صفر، نقطة تتزاد ليكم انتوما. يقعد الكوب الأول حسام وهيبة بعشرة نقاط. توا النساء هما اللي باش يلعبوا والولاد هما اللي باش يميزيو. يلا
انتي اللي قاعد تتفرج فينا توا تنجم بإس إم إس واحد في حرف آل 85811 تلقى روحك رابح الكهرباء ذي لو بيجو هذي اللي قاعدين نشوفوا فيه بجنبي لا نوفل جولف 2022 جولف فيت جولف لايف الكهرباء قاعد نشوف فيها مني لها نجم نقول لكم إلي إكسبسيونيل أن تخي بو ديزاين الانتيريور كونتريك في وسطها تخي كونفورتابل الكهرباء تخي سباسيوز توت أوبسيون بيان سور إيكونوميك وتنجم بإس إم إس واحد تولي كهربتك 130 مليون هذه قيمتها حظ موافق للجميع.